هذا السؤال غالبا ما يطرح ويطرح عليا بصيغه اخرى، كيقول لك حنا ما عندناش كتاب. ماشي ما عندناش كتاب، ما عندناش من يشجع الكتاب، فهمنا؟ لا يعقل بلد فيه مثلا بحال طاهر بن جلون، حنا كنهضروا على الادباء اللي كتبوا فرنسي ولا عربي ولا كذا، فهمتيني؟ ولا فيه شكري، ولا فيه اللعبي، ولا فيه ولا فيه فيه في عفوا فيه برادة، ولا فيه ولا فيه ربيع، ولا فيه يعني كثار وقص على ذلك الاسماء كثيره. المهم اسماء كثيره كثيره اللي فازوا بجوائز كبيره، جوائز كبيره، ويقام ويقعد لهم على مستوى الادب، لا في الشعر ولا في الروايه. ما يمكنش يكون عندنا الادباء هادو بحال هكا، وهاد الاسماء بحال هكا، وتقول لي ما عندناش كتاب. لا يعقل. حنا المشكل هو اننا لا نشجع ولا نفسح المجال. انا مثلا نعطيك مثال لنفرض جدلا، غتجي عند ادريس الخوري مثلا، ولا حسن نجمي، ولا المهم انا تعطي اسماء وصافي هكا، غير تجي تقول لي الله يعطيك الستر بغيتك توجد لي واحد السيناريو، هل الامكانيات ديالك؟ هل الامكانيات؟ بغيتك في واحد السيناريو وتوفر لي امكانيات صحيحه، كظن انه غادي يقول لك لا؟ بحال اللي كانت المصريه مع مثلا شفنا يا اما هما الادباء الكبار كتبوا مباشره السينما والدراما ككل، واما الاعمال ديالهم اخذت وتنجات للدراما، نجيب محفوظ، حسن عبد القدوس، محمد عبد الحليم، طه حسين، محمد احمد امين، الى اخره الى اخره. علاش؟ فهمتيني؟ لا كان بكانش يجدو انور عكاشة، انور عكاشة كان يعتكف، كيعتكف في الاسكندريه، كيوفروا له جميع الامكانيات كتب لنا مسلسل، تيمشي يكتب مسلسل، تيكتب مسلسل. علاش؟ لانه لقى مجال اشتغال. واش انا ككاتب وكروائي غادي نجي لواحد المجال ونخدم فيه وما لقاش امكانيات، راه غندير نجدد التجربه الاولى ولا شي حاجه غنمشي نهرب. ملي خلق الاغراءات ولقى سميتو بطبيعه الحال. ولكن للاسف حنا دابا بعض المرات كتلقى واحد بغى يكتب وبغى يدير اخراج وبغى يمثل وبغى ينتج وبغى ما عرفت اش غيدير كاع كلها. بزاف الابداع، بزاف الابداع، بزاف. نعطوا فرص، نعطوا فرص للناس اللي ممكن يكتبوا. وعندنا الحمد لله عندنا دي سيناريست اللي اثبتوا وجودهم، والحمد لله الاعمال ديالهم جات وكانت يعني في مستوى كبير. نعطيهم فرصه ونستعنوا بالناس اللي متمكنين، والحمد لله غادي نقدروا نهضوا. لان شوف، هو العمل الفني هو كل لا يتجزا. العمل الجيد يحتاج الى نص جيد، والى مخرج جيد، والى ممثل جيد، والى تقني جيد، والى ناقد جيد، والى متلقي جيد. حيت تكون كانت عندنا نهضه فنيه، نهضه مسرحيه، غيكون عندنا جمهور في المستوى ديال هذا. علاش انا دابا الجمهور هرب من القاعات؟ حنا نفرناه. حتى ذاك الجمهور شويه اللي كان عندنا في واحد السبعينات والثمانينات حتى شويه ديال اواخر التسعينات، حنا نفر منا دابا. شوف الحمد لله كاين نقاد، كاين نقاد، كاين اسماء كثيره باش من هذا وجودهم الحمد لله، ويستعانوا بهم في لجان لا على المستوى المحلي وعلى المستوى الخارجي. الحمد لله مهرجانات كبيره، الحمد لله كاين نقاد اللي يعني يمكنك تقول عليهم انهم نقاد، عندي عندهم عارفين اللغه ديال السينما، وعارفين يعني بخبايا السينما وبكل مكوناتها. يعني ملي كتحس بانه كيفصل في شي شريط سينمائي مثلا كتلقى تبارك الله في المسرح.
هنا هم قلة، هم قلة، ولكن ربما الشيء بالشيء أذكر، لأنه من الجمهور ينفر تنقدر غير ينفر. شوف، هو طبعا لا يمكن الا ان اكون سعيدا، لانه يعني هو جاء اعتراف يعني بعد واحد المسيره اللي ديال 30 سنه ويزيد في مجال المسرح، ولانني انا ممثل مسرحي بدرجه اولى، انشغالي الاول وفي غالبيه اوقاتي وغالبيه اعمالي هو المسرح، فأعتقد انه تتويج لهذه المسيره، واشكر على من وضع ثقته في حسن ميكيات وتوجه بهذه الجائزه اللي بالنسبه لي غتبقى خالده، لانه يعني المسيره الطويله هكا على الاقل الناس تفكرونا، شكرا لهم. هادشي اللي لا نكون راضي بشكلين ربما وبشكل اخر لا راضين، لانه الحمد لله ملي كنلقى الجمهور كيقول لك تبارك الله عليك وانت ممثل محترم وكنقدروك، ويعني ممثل يعني كيف نقولوا يعني مشى في واحد الاتجاه اللي كيحبوه المغاربه كاملين، الاعمال ديالو كتشوفها الاسره كامله بصغيرها وبكبيرها مختلف اعمارها، يقدم اعمال محترمه، ادوار محترمه، هذا انا الحمد لله لا يمكن الا ان يرضيني. غير راضي لانه بالنسبه لي انا لازلت او ما زلت عفوا ما زلت لم تتح لي الفرصه الكافيه للتعبير عن مكنوناتي وعن طاقاتي، خصوصا في مجال السينما والتلفزه اقل. الحمد لله في المسرح ربما لاني اشتغلت مع مدارس متعدده ومخرجين يعني اللي تلقوا تكوين مختلف عن بعضهم البعض، سواء داخل المغرب او خارج المغرب، والحمد لله هذا زاد في يعني في اغناء يعني التجارب ديالي. يمكن في المسرح الحمد لله لقيت الضاله ديالي، ولكن اشباع هذه الرغبه على مستوى الدرجه الاولى على السينما مازال ما كاينش فيها، فما يمكنش نكون راضي الحمد لله ان شاء الله باذن الله تعالى ملي يوصل واحد الوقت ونقول يمكن ان الاوان لك. اقول لكم السلام عليكم. وهي اعمال انا كيف قلت دابا في جوابي انه هي اتاحت لي فرصه لاشتغالي مع مدارس متعدده على مستوى الاخراج، ناهيك عن ممثلين اخرين، لان احنا في المسرح المفتوح مثلا دائما نترك مجال اختيار الممثلين للمخرج، تشكيله فريق الممثلين كنتركوا المخرج حسب قراءه النص ديالو، حسب التصور ديالو، حسب الرؤيه الاخراجيه ديالو، كيقول لك انا حنا كنامنوا بالتخصص، ملي كيجي المخرج كيقول لك انا بغيت فلان وبغيت الممثله الفلانيه، فحنا ما علينا كمسؤولين في المسرح المفتوح الا ان نوفر هذه الامكانيات، نتيح هذه الفرصه لانه هو كيتحمل المسؤوليه بالنسبه لنا. فانا قلت لك اشتغلت مع مدارس متعدده، مثلا الدكتور بوحسين اللي هنا الدكتوراه ديالو في رومانيا، دونك المدرسه الشرقيه اللي هي مدرسه كبيره في مجال الدراما وخصوصا المسرح. اشتغلت مع امين ناصور، مثلا امين ناصور اللي خريج المعهد العالي في المسرح الثقافي، وتبارك الله الان هو استاذ ديال الدراما سواء في جامعه بن طفيل او في المعهد العالي في المسرح والتنشيط الثقافي، واللي راكم تجارب من خلال سنوات كثيره كممثل او كمخرج. عنده طبعا طريقه اشتغال مختلفه، واشتغلت يعني مع مخرجين اخرين. انا الحمد لله يعني نقول لك اشتغلت على اكثر من 30 مخرج اشتغلت معاه الحمد لله، يعني ما يعني التجارب كتختلف وكتعدد بتعدد المخرجين وتغيير المخرجين. هذا يمكن نقطه ايجابيه بالنسبه لي انا. فكل مخرج عنده الخصوصيات ديالو، عنده طريقه اشتغال ديالو، عنده الرؤيه ديالو. فمثلا مع ابو حسين كان عمل جميل جدا اللي هو نسيان، واللي مخوض على الروايه ديال
محمد براده، حنا كنتكلموا على الادباء المغاربه، وهذا راه حنا درنا واحد المشروع في مسرح المفتوح ثلاث سنوات اللي كنشتغلوا فيه على الروايه المغربيه، مسرحه الروايه المغربيه. الحمد لله مسرحنا في السنه الاولى ديال الميوجي خموم، كنتمنى ليه الصحه والعافيه من هذا المنبر، هذا الروائي المغربي اللي هي عيوط الشاويه، كانت شجره الخلاطه ومسرحيه درناها عيوط الشاويه، من بعد درناها وكانت مع المخرج مع عبد المجيد فنيش، من بعد كانت مسرحيه نسيان اللي مأخوذه عن روايتين ديال محمد برادة تبارك الله، ومحمد برادة وما ادراك محمد برادة اللي هو استاذ ديالي في الجامعه، وكنجدد ليه التحيه من هذا المنبر هذا الله يطول في عمره، هي المسرحيه الروايه ديال لعبه نسيان ومراه نسيان، فهمتيني؟ درناهم في مسرحيه وحده وسميناها نسيان. وكانت مع مسعود بوحسين. من بعد السنه الاخرى اللي درنا النمس اللي كانت هي الاعلامي والاديب والشاعر ربي باش من يا ربي المسرحيه عفوا الروايه ياسين عدنان، ياسين عدنان حتى هو كان حي من هذه المباراه هذا اللي كانت ديال هوت ماروك، روايه هوت ماروك، ومسرحنا تحت عنوان النمس. انت كتلاحظ يعني الحمد لله احنا اشتغلنا بالروايه المغربيه، واللي كيدخل يشوف الروايه كيشوف مسرحيه قائمه بذاتها، يعني فالنص الروائي خصوصا النص المغربي هو طيع ومرن، يمكن تحويله الافلام، يمكن تحويله الروايه، يمكن المسلسلات، يعني الحمد لله الخير موجود، راه غير خصنا اننا حنا كيف قلت لك نكبروا بالروائيين والادباء ديالنا. فالحمد لله يعني هاد الاختلاف والتنوع ما يمكن الا اكون يعني حاله يعني ايجابيه. فاطمة بوكدي طبعا الاشتغال معها اتاح لي يعني فرصه ديال يعني كسب واحد التجربه جديده، طريقه الشغل عندها مختلفه، خلاتني يعني اللي زوين اللي زوين من ايجابيات ديال فاطمه بوكدي هي انها عندما تثق في الممثل تسلمه له زمام الامور، كتثق فيه يعني كتمنح واحد المجال من الحريه للتعبير والافصاح اكثر عن 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 عن, عن مكنوناتي وعن موهباتي، ما كتخنقش الممثل، ما كتقيدوش، ملي كتحس بممثل انه قادر يعطي كتفسح له المجال كتمشي معاه، وهذه انا بالنسبه لي مساله ايجابيه، ما كتقيدش الممثل، ما كتخنقوش، كتخليه كتعطيه يعني مجال شاسع. وشاهدنا ان مجموعه من الممثلين تالقوا في الاعمال ديال فاطمه بوكدي. كذلك الاعمال ديال فاطمه بوكدي اللي عندها كتمز بواحد النكهه، هي النكهه المغربيه الخالصه، الثقافه والتقاليد والتاريخ ديال المغاربه اللي كيحبوا جميع المغاربه، فهمت؟ فطبعا اشتغلت معها مؤخرا في بنت باب الله، والحمد لله يعني كاين واحد التجاوب، كاين واحد التفاعل جميل في طريقه الاشتغال انا وفاطمه الاخت فاطمه بوكدي. وطبعا هي الاشياء تتغير يعني تتطور وتختلف من فتره الى اخرى ومن جيل الى اخر ومن ظرف الى اخر. طبعا المجتمع المغربي عرف مجموعه ديال التغيرات، ماشي جيل التكنولوجيا، جيل البورتابل، السمارت فون، يعني الاجهزه الذكيه من تابلت ومن هواتف والى اخره، ان وسائل التكنولوجيا الان اصبحت متطوره بشكل كبير وكبير جدا. فيعني هي يمكن نقول لك هي خلقت منعرج في المجتمع المغربي، في المجتمعات في العالم قاطبة، ولكن بالنسبه احنا في المغرب مثلا انا كممثل اللي عايشت الجيل اللي ما كانش فيه هاد الاجهزه هذه، فكاين بزاف الاشياء اللي تغيرات الان. اصبح الانسان مثلا الشهره، اصبحت الشهره يعني من اسهل ما يكون الان الشهره، بكري باش دير الشهره، ويلي باش يعني باش تكتسب شهره، ما هي ملونها الان، كيخصك تراكم واحد مجموعه من الاعمال وده. الان اصبحت بواسطه الاجهزه هذه اي واحد يمكن يصبح مشهور بين عشية وضحاها بطريقة او ما،
بطريقة أو لغاية تبرر الوسيلة. اللي بغي الآن يتشهر بلا ما يكون فنان، بلا ما يدرس في المعهد، بلا ما يتكون، بلا ما تكون عنده تجربة، بين 10 طحا يمكن يصبح نجم، يمكن يصبح مشهور، ولكن المحتوى اللي كتبقى فيه المشكل بالمحتوى باش ولا. فطبعا هذا ينعكس حتى على اخلاقنا وتعاملاتنا فيما بيننا وعلاقاتنا، وهذا نحن نحاول ان الجيل القادم ولا جيل القنطره نحاولوا يعني نتكيفوا بدرجه مع هذه التغيرات هذه. طبعا هذا العمل انا بالمشاركه ديالي جات فيه بدعوه من الاخ الحاج محمد الزرودي. طبعا وانا من عادتي انه امد يد المساعده لكل من يحتاجها. الاخوان كيحاولوا الان يعني ياسسوا لواحد الشركه ديال الانتاج، وطبعا هما باش تكون شركه الانتاج عندها الرخصه ديال سي سي ام ديال المركز السينمائي المغربي، طبعا خاصهم ينتجوا 3 افلام قصيره او فيلم روائي طويل، هذه من الشروط. ف وهاد التجربه درتها من قبل مع مجموعه ديال الاخوان اللي الحمد لله دابا راه مخرجين خداو هذا، وشركات اللي راه الحمد لله تطورات وخدات يعني سميتو يعني اوتوريزاسيون ديالها او لاكريمون ديالها يعني الترخيص ديالها. ممكن لي انه كفنان هذا واجبي، اي تجربه اي محاوله اي مبادره اللي كتحاول تغني الساحه الفنيه علاش ما نمدش يدي المساعده. انا ما كنتكلمش في الماديات، ملي كتكون شي حاجه بحال هكا جوج الحوايج ما نتكلمش في الماديات، هي في المجال ديالي ملي كيكون شي واحد محتاج للدعم، محتاج للدعم يعني الدعم المعنوي والدعم بالتجربه والدعم بما نعلم ما علمنا الله في هذا المجال هذا، ولا الناس مثلا المجتمع المدني اللي كيحتاج مثلا في الحملات التحسيسيه او في مثلا في ترويج بعض الاعمال الخيريه، ولا يعني شي حملات ديال الدعم للناس اللي في وضعيه صعبه، او حقوق المراه الى اخره، او حقوق التمدرس الى اخره، يعني الحاجه اللي محتاج يمكن تترقي او ترقى بالمعيش ديال المواطن ولا بالمستوى ديال المواطن المغربي. دائما ما كنتشرطش انا هذا، يعني بالعكس انا يا ريت يعيطوا ليا، والحمد لله فين غير لما نكونش خدام، لان الخدمه ديالي هي الاولى، يعني هذا مجال اشتغالي ومجال اللي كنعيش منه. ولكن انا من هذا المنبر هذا حسن ميكيات، اي مبادره سواء فنيه او خيريه او اجتماعيه او انسانيه، انا ارى الاشاره. طبعا انا سعيد مره اخرى بهذا الحوار مع اخبار الفجر، اللي اعتبر الدعوه منها هي اهتمام بالفنان المغربي وفي الشخص حسن ميكيات. كل متتبعي هذا المنبر الاغر كنتمنى لكم مره اخرى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وما تحرموناش من المتابعه والمشاهده ديالكم والدعم ديالكم، لان الدعم ديالكم هو الرصيد ديالنا من بعد الفضل ديال الله سبحانه وتعالى، والدعم ديال الله سبحانه وتعالى الدعم ديالكم هو اللي كيخلينا اننا نقاوموا ضد جميع يعني النوائب اللي يمكن تعتري هذا الميدان هذا، باش نبقاو حاضرين ويبقى الفن المغربي حاضر. وجد شكري لكل الناس اللي اشتغلت معاهم، والناس اللي تعاونوا معايا في مجال الاشتغال، من الناس اللي كونوني، من الناس المخرجين، من الناس المؤلفين، من الممثلين، من التقنيين، بكاع الناس اللي اشتغلوا معايا. كنقول لكم حسن ميكيات كيجد الشكر لكم، ونتمنى يا ربي دائما دائما نكون عند حسن ظنكم، ويا ربي لا تحرمني من هاد الناس الزوينين. وما عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب، أو فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، أو زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.